هاي للكل، ويلكم باك تو ماي شانل. انا ريتا من قناه دولشي ريتا، وبحلقه اليوم معي عمتو فوفو. رح نصور فيديو عن حلويات امريكيه اجوني هدول من امريكا كلهم، رح نجربهم هلا على الكاميرا. ما بعرف اذا موجودين هون بلبنان، ولا مره شايفه منهم هدول، فحبيت اعمل فيديو ونجربهم سوا مع عمتو. طالعه معي قبل بفيديو سابق على التلج، اذا ما شفتوه رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف، فلوج على التلج كتير حلو اذا بتحبوا تشوفوه. واذا كنتوا جديد بالقناه بتمنى تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. ويلا خلينا نبلش. يلا عمتو متحمسه ندوق الاشياء الطيبه؟ عمتو هي كثير بتاكل قصص صحيه وهيك، بس عندها نقطه ضعف على الحلو، ما هيك؟ بتحب الحلو كثير، بس احنا عاده اصلا ما بنجيب هيك اشياء كثير، عاده ما بنجيب على البيت. انا على البيت ابدا ما بجيب هيك اشياء، بس هلا ثاقبت انه اجوني من امريكا وحبيت نجربهم سوا وجربهم مع عمتو لانه بتحب الحلو، مع انه هي بتحافظ على حالها وهيك، بس اوقات بالنهار اللي بدها تزعبر فيه بتاكل حلو. شو بدنا نبلش اول شيء عمتو؟ شو رايك نبلش بشيء صحي؟ اول شيء بدنا نبلش بهدول الشوكليت سناكينج شوكليت، بيجوا دارك شوكليت مع الموند وسي سولت، هدول صحيين. هلا بدنا نبلش بالصحي اول شيء. افتحها، هيدي فيها لوز ودارك شوكليت. دارك شوكليت كثير مفيد، حتى حكيمه الرجيم بتروح لعندها على طول تنصحك دارك شوكليت، ما هيك؟ ايه اكيد. وفيهم لوز بقلبهم. كيف طعمتهم؟ كثير طيبين. وفيهم بقلبهم ملح البحر سي سولت، طيبه نكهتهم، طيبه هيدي النكهه هيك مالح مع حلو. طيبين كثير هاو. عمت اول مره بتطلع معي هيك بفيديو، فحسيتها ملبك شوي ومستحيه، ما هيك؟ يعني وحبيت نسال عمته بما انه هي من ال بتحب تهتم بحالها على طول وتظبط حالها وتهتم بجسمها وبصحتها، خبرينا عمتو عن شوي هيك اشياء بتعمليها بحياتك لتضل محافظه على حالك. قول هاي للكل. انا كثير بهتم بأناقتي وبجمالي وبوجهي بجسمي، اهم شيء اهم شيء هو نوعيه الاكل. واحد مزبوط. يحافظ على حاله، يعرف شو بده ياكل، اكل مزبوط. صحي، مش ضروري انه بس رجيم. مزبوط، مش ضروري واحد ضل قاطع عم الاكل، بس ياكل بطريقه صحيه. اكل بطريقه صحيه، ويعرف شو اللي بنصحه شو اللي بضعفه، ويهتم بسبور. انا على طول بعمل سبور تقريبا كل يوم، بالجمعه يعني شي 4-5 مرات بروح عندي نادي مشتركه فيه، بروح بعمل سبور تحافظ على جسمي وعلى رشاقتي. حلو. وكمان بتبع كريمات بعملها انا بالبيت. ايه مزبوط، عمته عندها وصفات رهيبه كلها طبيعيه، ماسكات قصص عسل ورز وموز وافوكا، بس عن جد هدول نتيجتهم كثير حلوه. بكره حبها اخذ منها كم وصفه واعملكم اياها. وشو بتستعمل اكثر شيء؟ هيدي السر الالوفيرا. الالوفيرا كل يوم من عشية بنظف وجهي. مزبوط، وبحط الالوفيرا عليه وبنام بقوم مرتاحة، وجهي كثير بترجع النضارة لإله. وما بستعمل كريمات ابدا سوء نهائيا، انا حلو. بعمل الكريمات على ايدي كلها خلطات. واو. يعني رح نبقى ناخذ خلطات من عمتو هلا بكره، بصير كلهم تحت تعملوا لنا وصفات كريمات. وهون زارعة برا الالوفيرا، انا وعمتو يعني عن جد اصحاب، يعني هي غير انه عمتي وصديقتي وكل شيء، يعني بنضلنا مع بعض، تجي بتاخذني لعندها، بنروح نعمل شوبينج مع بعض. نضلها انيقة ومهتمة بحالها، بس تهتم بحالها هي بترضي نفسها، بس ترضي نفسها الوحدة بتلاقي حالك انها مبسوطة. ايه اكيد، يعني الوحدة بتلاقي اوقات في نسوان خلص بس يتجوزوا ويصير عندهم اولاد ما عادش انه جاد على الحياة ولا على حالهم. اهم شيء انها تهتم بحالها. ايه هي بترتاح نفسيا الوحدة. يعني يلا خلينا هلا نخرب الانوثة والاناقة. كل الشيبس الرافلز على تشيدر تشيز، تشيدر تشيز وساور كريم. بحب الساور كريم. دوقي. الله يستر. بعد هالحلقة قد ايه رح ننصح إل. شو رأيك؟ طيب. ما كثير حبيته. أنا كل شيء هيك شيبتات أشياء بحبها بس على طول بنتبه، يعني باكل بطريقة باعتدال، الواحد ما يحرم حاله من شيء.
أكيد. بس ياكل بطريقه معتدله يعني. شيبس الثاني هلا كمان رافلز ما بعرف ما في منه هون بلبنان، مش شايفه منه بلبنان. هيك عصور كريم وبصل. تفضلي. طيب هيدا اطيب من هذاك. وهلا هيدول بدنا نجربهم كوكيز، شورت بريد كوكيز، لنشوف شو قصتهم هودول. كوكيز طيبين عادي، ما فيهم شيء مميز يعني، بس بحسهم انه طريقه صحيه. ما فيهم كثير سكر. ايه طعمتهم مش كثير حلوه. طيبه طعمتهم. بيسز ما بعرف شو كيف تنلفظ. ما بعرف هيدي يمكن اشعتها هون بلبنان قبل بمحلات معينه مش وين ما كان. بس بتصور هيدا شيء شوكولا فيه بينات باتر كانه. عم نفكر انا واحنا وعمته بشهر الجاي بأدار نسافر على شرم الشيخ. يعني انا مسافره قبل على شرم بس عمته مش مسافره بعد، فعم نفكر انه شهر الجاي نسافر وبركي كمان بنجيب حلويات من هونيك بنجربهم. شو رايك؟ شو رايك؟ بيتيها؟ كثير كثير طيبه. بتصور هي معروفه كثير بامريكا هيدا الشوكولا مع البينات باتر، هم بحبوا كمان كثير البينات باتر. وهلا هدول بريتزل ناجتس، واو، وبقلبهم كمان بينات باتر. انا بحب البينات باتر كثير، بتحبيها؟ هدول البريتزل مثل الباتون صاليه طويله اللي بيكون مالحه بس بقلبها بينات باتر. طيبين هون كثير طيبين. هلا وصلنا لهيدي ستروبري اسمها تويزلرز تويست على ستروبر. انا هي قصص ما بحبها كثير. ما كثير طيبه يعني، اوكي منها كثير حلوه، شيء مثل جيلاتين وفريز كان عم تاكلوا جيلو بس جامد. ما هيك كمان هيدا الشيء مانشيز كمان بينات باتر، كله بينات باتر ميد ويز ريل بينات باتر، كانه شيء تشيز كراكرز مع بينات باتر. خلينا نشوف. كمان هيدي على تشيز مالحه شوي فيها بينات باتر، كمان هيدي منها حلوه. طيبه عن جد حبيت الاشياء عندهم اللي مالحه وفيها بينات باتر، هيدي الكومبينيشن كثير بحبها. هلا كمان صنع هدول كمان شيء هيئته صحي، دارك تشوكلت مع بلو بيري بقلب، تنزلهم. تفضلي ذوقيها. يا طيبة هاي. طيبة كثير يعني، هيدي حبة بلو بيري مغطينها بالشوكلت طعمتها كثير طيبة. كمان في وحده ثانيه منها بس هيدي كرامبري. تفضلي. كثير حبيت انا هيديك البلو بيري. يمين بقلبهم كرامبري طبيعي، كمان شوكليت على الموند وسي سولت كمان. مر ايه دارك تشوكلت، هو دارك تشوكلت كثير طيب وصحي. واخيرا وليس اخرا شوكلت دونالد ترامب كريسبي ميلك تشوكلت، عاملين شوكلت دونالد ترامب. او ماي جاد، تنشوف كيف رح تكون الطعمه. انا هيدا اكبر لوح اجينا دونالد ترامب، تنشوف كيف الطعمه. بس طيب هو كل شيء مش صحي طيب الصراحة، بس لا عن جد فيكم تعملوا اشياء صحية بالبيت وطيبة. عندي انا حتى على الشانل وصفات كثيرة
بطريقه صحيه وهيك، وعن جد كثير طيبه. هيدا عن جد طيب كثير. يعني ما في خبركم هلا قد ايه حلو قلبي، مع انه من كل شيء اكلت لقمه لقمه صغيره، بس عن جد لانه قوية شوكليت وقصص ومالح وحلو، بس عن جد في اشياء طلعت طيبه، واكثر شيء هي الاشياء الصحيه والبينات باتر حبيناهم. فهيدي كانت حلقه اليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها، ورح جرب قد ما فيي انه اجيب حلويات من بلدان مختلفه ونجربها سوا. واذا حابين تشوفوا فيديوهات اكثر مع عمته، اشياء ثانيه فلوجز واشياء وماسكات وكريمات واصرار عندها اياها، حطوا لي بخانه التعليقات تحت، وبجرب قد ما فيي القطع واعمل فيديوهات معها. اصلا انا على طول معها. يعني بتحب تقولي شيء عمته قبل ما نفل؟ بحب اقول لكم انه اذا حابين تشوفوني مره ثانيه اكتبوا لنا بالتعليقات عندكم، ما تنسوا اللايك، ما تنسوا اللايك كمان، بتشوفونا بوصفات جديده ان شاء الله. رح اخذ وصفات سحريه من عمته واعطيكم اياها، اعطيكم وصفات كثير حلوه للمره تكون دلة انيقه ومحافظه على حالها. اوكي، ميرسي كثير عمته لانه اليوم جيتي معي بالحلقه، وبتمنى انه عن جد تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير وتشتركوا اذا بعد ما اشتركتوا. انا بشوفكم بحلقه ثانيه، باي.